بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنتكلم تحت العنوان ميديا كويري كومبايننج أو كومبايننج ميديا كويريز. يا جماعة النهاردة هنتكلم عن إني أعمل كومبايننج، يعني ممكن أعمل تجميع لأكثر من رول. ممكن أعمل كومبايننج لأكثر من ميديا كويري. طيب نشوف الجماعة دولت بيقولوا لنا إيه. الجماعة دولت بيقولوا لنا انت ممكن تعمل سيفيرال ميديا كويريز كان بي كومبايننج باستخدام كوما سيباريتد، ان انت ممكن بس تعمل كوما سيباريتد، تفصل بفصلة كل شوية ما بين كل رول، كل شرط والتاني. طيب خلونا نشوف القصة ديت. يعني احنا موجودين مثلا فين؟ في ملف ال HTML بتاعنا وعاملين ميديا سكرين اند ويث مش عارف 640 بيكسل. تمام يا جماعة؟ جميل. هو بيقول لنا كوما سيباريتد، هتروح انت واخد كوما وتروح كاتب بالرول الثانية دايركتلي على طول، تروح كاتب الشرط الثاني. هو نفرض مثلا انا هقول له سكرين، والمرة دي هقول له اند مثلا، وافتح الاقواس بتاعي واقول له انا كنت كاتب مين ويدث، هقول له طيب ماكس ويدث المرة دي، والماكس ويدث بتاعك هخليه 7 6 8 بيكسل. تمام يا جماعة؟ بحيث ان هو يبقى ايه، سكرين والمين ويدث 640 والماكس ويدث 7 6 8. يعني تمام، يعني طيب يعني الكلام ده ايه، خلونا نشوف. يعني اقل حاجة بتكون عبارة عن 640، واكبر حاجة بتكون 768. وطبعا الناس واخدة بالها بان الريزوليوشن عندي 1366، فالريزوليوشن عندي عالي. تمام. الكلام ده معناه في المعنى ان انت تطبق اهو، عشان تركز معايا، الستايل سي اس اس اللي موجود في ستايل سي اس اس باك جراوند لونه احمر بس. يعني طبق لي الباك جراوند لونه احمر في حالة ان الشرطين دولت ها كده. لو رحنا وعملنا بقى الملف الاندكس وعملنا ريفريش، نلاقي ان الخلفية لونها احمر. طيب الكلام ده ممكن يكون مش منطقي عند الناس، لاني انا الريزوليوشن بتاعي او عرض الشاشه بتاعي اكبر من كام؟ اكبر من 7 6 8. انا الريزوليوشن بتاعي الشاشه بتاعي اهو، لو انا رحت وعملت كليك يمين وسكرين ريزوليوشن، الريزوليوشن بتاعي 1366، و1366 ديت يا جماعه اكبر من الشرط اللي انا كنت حاطه اللي هو 7 6 8. طب ليه الشرط ده اتحجج؟ الشرط ده اتحجج لان احنا قلنا معلومه ما كانتش صحيحه وما كانتش دقيقه الحلقه اللي فاتت. فهم يا جماعه كاتبين، بصوا بيقولوا a media query list is true لو الليست، لو انت كنت بتستخدم ليست بقى من ميديا كويري. تمام يا جماعه؟ ليست مش شرط واحد، لا انت بتستخدم ليست من الميديا كويري. كلامنا كان المره اللي فاتت عن شرط واحد بس، يعني الميديا كويري هتبقى صح لو انت كنت مستخدم هو الشرط الواحد الاثنين بتوعك صح، اللي هو الفيتشر الميديا فيتشر، والنقطه الثانيه اللي هي بتاعت التايب الميديا تايب. لو كانوا الاثنين دول صح الميديا كويري هتتحجج، لكن المره دي احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ليست اوف ميديا كويري، عن اكتر من ميديا كويري. فالميديا كويري ديت هتبقى ترو اف any of its components are true. يعني لو واحد من الميديا كويري، لو انت كنت بتستخدم ليست من الميديا كويريز، لو واحد منهم ترو الميديا كويري كلها راح تتحجج. تمام؟ وهتبقى false only if all its of its components ميديا كويريز false. والحاله الوحيده اللي هي ممكن تكون فيها false لما كل قيم الميديا كويري تكون false يا جماعه، وده من مكتباتهم هم. كما ان مكتبات مكتبات موزيلا فايرفوكس بيقولوا برضه when using comma separated list ميديا queries if any of media query returns true، لو اي واحده من وجهه true the style of style sheets are applied get applied، يعني الستايلز اللي انت كنت كاتبها هتطبق برضه. تمام يا جماعه؟ ده النشهد بتاعنا. فبالتالي في التطبيق بتاعنا راح يطبق لنا القيم، راح يطبق لنا اي هيطبق لنا اول واحده اللي هي ايه، ان المينوتس بتاعي 640. فلربما الناس تكون فاكره ان الكود بتاعي غلط. يعني انا لو شلت يا جماعه القصه ديت تمام وعملت كنترول اكس وعملت سيف، يعني انا سكرين والمين ويدث بتاعي 640، يعني من 640 وانت وطالع طبق لي الكلام ديت. خلونا نعمل ريفرش مطبق. طب لو نزلنا مثلا تحت 640 360 هتلاقي ده ما طبقش. طب جميل. فربما الناس تكون فاكره ان النص الثاني من الكود غلط، خلونا نمسح النص الاولاني ونسيب النص الثاني. يعني نمسح من اول سكرين لغايه الكلام ده ونعمله كنترول اكس، يعني اخرك عباره عن 7 6 8. تمام. طب كده ريفرش، انا موجود في دايره 7 6 8. طب لو كبرت شويه من دايره 7 6 8 وخليت 1200 ومش عارف كام، كده المفروض الشرط بتاعي ما اتحججش صح. يبقى انا يبقى
الكلام ده صحيح بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنقطة الأولانية، يبقى لازم أن يكونوا الاتنين دول متحججين عشان ميديا كويري تتحجج. لكن لو أنا بقى كنت مستخدم ميديا كويري ليست يا جماعة، لو أنا كنت مستخدم ميديا كويري ليست، أي واحد من دول هيتحجج، الكل بقى هيتحجج. الحالة الوحيدة اللي أنت ممكن فيها شرط ما يتحججش إن الاتنين يبقوا فول، الاتنين يبقوا ساقطين منك. ده المشهد بتاع كومبايننج ميديا كويريز للناس اللي الهايلايتنج اللي أنا كنت مستخدمه ده يا جماعة عبارة عن اكستنشن في كروم اسمها يلو هايلايت بين فور ويب، هايلايت بين فور ويب. دور عليها في الويب ستور بتاع كروم واعمل لها اد عندك، هتجيب لك رمز القلم ده. ممكن تعمل سمبل، ممكن تعمل تحديد لأي ويب بيج، والويب بيج اللي انت بتعمل لها تحديد ممكن تحفظها طبعا في مكتبتك. لو انت تقريبا كنت مسجل حساب على الموقع او على قاعده البيانات بتاعه الموقع اللي بيدي لك الفيتشر ده. نكمل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، وتحت العنوان ميديا كويري موديفاير ستي فوكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.